سوريا، الأزمة وسيناريوهات الحل. تابعونا في نيران صديقة. الأزمة السورية كل يوم يرسم لها سيناريوهات وتعرض أفكار وحلول، ولكن لا تزال هذه الأزمة تراوح في سيناريوهاتها السياسية وحتى العسكرية. هناك تقدم من المعارضة، هناك تقدم أحيانا من النظام. لا أرى أي سيناريو يمكن أن يفرض سوى أن يكون هناك تدخل دولي. هي فكرة التدخل الدولي، الناس كثير يتداولون فكرة التدخل الدولي، لكن التدخل الدولي في نهاية المطاف هناك نماذج كثيرة للتدخل الدولي. لدينا مثلا 5 أمثلة على التدخل الدولي، جزء منها نجح وجزء منها فشل. التدخل الدولي حدث في العراق 91 في تحرير الكويت وكان ناجحا. التدخل الدولي حدث في العراق 2003 وشفنا تبعاته في إزالة صدام حسين ما نعاني منه خلال 12 سنة الماضية. التدخل الدولي حدث في الصومال وكان كارثة. التدخل الدولي حدث في البوسنة وكان إلى حد ما نصف نجاح. يمكن يمكن يمكن، أنا أتفق معك تماما في أن هناك سيناريوهات خاطئة، ولكن يعني نعتقد أن التدخل الدولي أو سيناريوهات الحلول الدولية أفضل. سيساعدني في طرح هذه السيناريوهات ووجهة نظري الأستاذة غالية قباني المسؤولة عن الملف السوري في جريدة الشرق الأوسط. أنا يعني سيؤيد ربما وجهة نظري الأكاديمي المعروف الدكتور فواز جرجس من لندن سكول أوف إيكونومكس، وأعتقد أنه سيأخذنا في اتجاه عقلنة الحوار في هذه الأزمة. نعم، يعني هناك 3 سيناريوهات التي دائما تطرح لحل الأزمة لحل الأزمة السورية. السيناريو الأول مثلا أقلمة الأزمة، أن يكون هناك تفاهم أقليمي ما بين مثلا السعودية، إيران، تركيا لحل هذه الأزمة. أيضا سيناريو ثاني أن تقبع المشكلة محلية، حرب أهلية محصورة بين الأطراف الموجودة. أيضا هناك سيناريو ثالث للأسف متعطل. طبعا سيناريو الأول والثاني هم الذين الآن موجودة على الأرض السورية، والسيناريو الثالث هو الحل التفاوضي. لا أرى أي تقدم في هذا المجال بين أطراف السورية، يعني المجتمع السوري لم يستطع أن يصنع الحل. عبد العزيز، كنا هناك، يعني السيناريوهات الإقليمية رأيناها في لبنان، رأيناها في حل الحرب الأهلية اللبنانية. طبعا كان هناك الموقف السعودي الذي أدى إلى اتفاقية الطائف، لكن في النهاية كمان كرس لمشروع لبنان طائفي في نهاية المطاف. ولبنان تعاني حتى الآن، لبنان الآن نراها بدون رئيس وتسير ليست يعني دولة بالمعنى الكبير. هنا السيناريوهات الإقليم ليس لديه الأدوات في النهاية، لا المعارضة السورية لها رأي في سوريا ولا النظام السوري له رأي. إذن لدينا الكفيل العالمي الخاص بالنظام وهو روسيا، والكفيل العالمي الخاص بالمعارضة وهو الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الإقليم. كأني أراك تتفق معي على أن التدخل الدولي وفرض الإرادة الدولية حتى لو بالقوة هو الحل، كما حدث في كوسوفو، حدث في البوسنة، حدث في مناطق عديدة. أحذر من التدخل الدولي دونما معرفة ما يسمى lessons learned أو الدروس المستفادة. يعني لابد أن يكون هناك فهم للدروس المستفادة. كان هناك تدخلا دوليا في العراق أخي عبد العزيز، والعراق 12 سنة من الفوضى. هل تريد لسوريا أن تكون 12 عاما من الفوضى؟ هل تريد لسوريا أن تصبح في فوضى. السودان في فوضى. الصومال آسف، هل تريد لسوريا أن تصبح هناك تدخل دولي؟ حدث في ليبيا، ماذا يحدث في ليبيا؟ لعل الذي يحدث في سوريا هو أكثر بشاعة من الذي يحدث في العراق وغيره. والله في رومانسية يا أخي، يعني على الأقل العراق هناك مناطق مستقرة، ولكن سوريا تعيش تحت الإجرام من النظام والإجرام من عصابات الإسلام السياسي. مشكلة الأزمة السورية هي رومانسية الحلول، وأعتقد أن احنا يعني على الأقل نذهب إلى فاصل ثم نعود ونناقش مع ضيوفنا بقية هذا الحوار للوصول إلى السيناريوهات للحل. معي الدكتور فواز جرجس، أعتقد أنه يتفق معي في وجهة نظري في أن هناك رومانسية عربية في الاطروحات للحل الأزمة في سوريا، لا تعقبها لا إرادة سياسية دولية ولا
رغبات حقيقية. وأنا أيضا معي الدكتورة الأستاذة غالية قباني أيضا، التي ترى في أن وجوب التدخل الدولي وأن هذا هو أحد الحلول الواجبة. يعني أنا بالفعل ليس فقط رومانسية بالنسبة للتحليل العربي، هناك تسطيح لوضع معقد ومركب للغاية. يعني قبل أن نتحدث عن قضية التدخل الخارجي، هل هناك من إرادة سياسية للتدخل الخارجي في سوريا؟ هل هناك من رغبة سياسية؟ ليس هناك لا إرادة ولا رغبة ولا قدرة للمجتمع الدولي على التدخل في سوريا، النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا الوضع الإقليمي، أنا أعتقد أن البعد السوري أصبح أقل أهمية من البعد الإقليمي. هذا صراع مفتوح في سوريا، صراع حتى الموت، صراع وجودي كما تتحدث الأطراف، ومن هنا لا العامل الإقليمي ولا العامل الدولي يسمح لنا. الإقليم أصبحت جزء من صراعات، أصبحت جزء من المعركة. أنا أتفق مع الدكتور فوزي أن هناك قصور في يعني مباشرة الوضع خاصة من الناحية العربية، ولكن أيضا التدخل الدولي هو الذي سيحل هذه المشكلة حينما يكون تحت مظلة الأمم المتحدة وبقرار قوي. لا أو يعني تفضل. يعني هو التدخل الدولي ليس بالمعنى بالضرورة بالمعنى العسكري المباشر، ليس بمعنى نفس السيناريوهات السابقة اللي تحدث عنها الدكتور مأمون، لا بالعراق ولا بغيرها، ولكن على العالم أن يتدخل بطريقة أنه يفرض على الأطراف المختلفة أن تأتي إلى الحوار، ومن ضمنها النظام. ليس هناك ضغط كافي على النظام لأن يأتي إلى الحوار. تفضلتي بالكلمة على العالم الدولي أن يتدخل، يجب أن يتدخل. نحن لا نعترض، لا أحد يمكن أن يعترض على هذه النقطة. نحن نتحدث عن وقائع حسية مادية. هل هناك من إرادة سياسية لدى الولايات المتحدة والدول الغربية على التدخل ليس فقط في سوريا، في العراق؟ العراق أهم بكثير من وجهة النظر الدولية. هل تقصد التدخل العسكري تحديدا؟ التدخل العسكري، الانخراط المادي. أضف لذلك دكتور فواز، أضف لذلك لدينا إحنا في داخل سوريا نفسها واقع ميداني على الأرض، يعني لدينا جماعات مختلفة تسيطر على مناطق معينة، تتدخل مع مين وتحل مع مين؟ المشكلة الرئيسية يا مأمون الحقيقة هذه حرب أهلية. تطور الصراع من صراع الحقيقة قضايا الحرية والعدالة وإسقاط النظام، أصبحت حرب أهلية أمين طاحنة. لا 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 لا، أنا لا أتفق معك أنه يكون أنها تسمى بحرب أهلية. ولا أنا هي صراع بين نظام يبطش وشعب مسكين يقاوم. أعطيها اسم يعني هي صراع يعني قمعي. هل النصرة هي النظام؟ هل الجيش؟ لا لا، هذا يعيدنا لبعض الطروحات الأمريكية التي ترى أن سوريا أمام ثلاث سيناريوهات: مستقبل أو انتصار الأسد، أو انتصار جيد للمعارضة المعارضة المعتدلة، أو انتصار سيء للمعارضة التي هي المعارضة المتعصبة. اللي بيقول من سمح لهؤلاء بشار يستخدم المعارضة السيئة. السؤال الآن بالفعل، هل نحن الآن نتحدث عن صراع سياسي؟ هل هي ثورة؟ هل بقيت هي ثورة كما ابتدأت؟ النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هي القوى الضاربة على الأرض في سوريا؟ بالفعل القوى الضاربة في سوريا الآن هي الحقيقة التنظيمات الجهادية والتنظيمات الإسلامية الغير جهادية. هذه القوى الضاربة صنعها تدخل. هذه ليست حرب أهلية، يعني كون أن هناك جماعات متطرفة على الأرض وهناك النظام وهناك حزب الله، رجاء لا تنسوا هناك حزب الله والميليشيات الشيعية، هذه ليست حرب. يمكن اختصارها بالإصابات الإسلام السياسي. أنا الحقيقة علينا من الأهمية بمكان الحقيقة أن نكون دقيقين هنا. عدة صراعات في صراع واحد، هو صراع أيديولوجي، صراع سياسي، حرب أهلية، صراع بين النظام والنخبة السورية. ومن هنا الكلام، نرجع على محور، هل للأسرة الدولية، المجتمع الدولي، الرغبة والإرادة على التدخل في وسط هذه المعمعة من الصراعات؟ والسؤال الثاني، أحد الأسباب الرئيسية التي الحقيقة يعني لعبت دورا مهما في عدم الانخراط الأوسع في سوريا من قبل القوى العظمى، هو الحقيقة الصراع الإقليمي المدمر في الداخل السوري. فواز، النقطة، الأمريكان يهتمون بإيران في الملف النووي وليس في ملف سوريا، العرب يهتمون بالنفوذ الإيراني في سوريا والعراق إلى آخره. القصة، الغرب
ليس معنيا الآن بسوريا، معنيا بفكرة السيادة، السيادة في سوريا بمعنى أن سوريا وحدة سياسية كاملة وليست ممزقة، هذا ما يعنيهم، وبالتالي الأسد يدخل في هذه الزاوية، لكن القصة ليست الأسد أو بدون الأسد. لكن هناك خلط بين الرغبات في أن يكون هناك تدخل مثلا أو هناك عدم رغبة تدخل من قبل القوى الكبرى، وهناك أيضا المسألة الإنسانية وجوب تدخل القوى الكبرى. أنا هذا هو السيناريو الأفضل للحل الأزمة، لأنه الكلام هلأ تشعب. أول شيء يعني في تحديد أنه هل هي حرب أهلية فعلا أم لا؟ السوريون لم يحملوا السلاح على بعضهم، يجب يعني أن تكون من يقتل إذا؟ من يقتل من؟ من يقتل من؟ لا 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 عفوا شعب السوري يعني قبل شوي اتفقنا على أنه في يعني في جهات جهادية، في سوريين طبعا حملوا السلاح ولكن لم يحملوا السلاح على طائفة أخرى. الحرب الأهلية طوائف تتقاتل، لا لا لم يحمل حمل ضد النظام. تاريخ الحروب الحقيقة الصراع يبتدئ في مكان ما وينتهي في مكان آخر، يعني لم يحدث قتل على الهوية في كل المجتمع. يعني عندما نقول أن هذا الصراع عندما نقول أن هذا الصراع تطور من صراع سياسي، صراع بالنسبة للحريات، إلى صراع حرب أهلية، نحن لا نزيد. يعني هذا ليس اختراع، ليس هذا الواقع. أنت عندك الآن الحقيقة فجوة في داخل المجتمع. يا دكتور لحد الآن ليس هناك قتل على الهوية بالمعنى الذي تشهده حروب مثل حروب اليوغسلافية السابقة أو غيرها. الطائفة العلوية ما تزال لحد الآن هي بغالبيتها موجودة مثلا فبالتالي لا توجد حرب طائفية، لا توجد الآن مناطق صار في نفس طائفي يا جماعة، صح؟ نفس طائفي، ولكن الحروب ليست حرب طائفية. أين العرب، أين الموقف العربي من هذا الذي يحدث؟ مؤتمر القاهرة الذي سوف ينظم لفصائل السورية المعارضة، تحركات أو التحركات بين تركيا وقطر. طيب أوقفك هنا يا أخي عبد العزيز، الرومانسيات هذه، يعني ماذا يفعل مؤتمر القاهرة؟ ما هي قدرات القاهرة كي تؤثر في الأزمة السورية؟ هذا أول بداية الدور المصري. بداية الدور المصري يا أخي، سيبك من قصة الدور، يعني ما يجعلنا نختلف عن الآخرين، نحن نتكلم عن الواقع كما هو. نعم. وليس ينبغيات وأنه مطلوب مصر تقوم. مصر الآن لديها أزمتها الداخلية التي لا تسمح لها بتدخلات خارجية، هذه نقطة. النقطة الثانية الهيومانيتيريان إيشوز اللي أنت بتطرحها، التدخلات من أجل كذا، ما الذي يصل؟ لماذا لا يعمل؟ لماذا لا يعمل النظام السيسي ما يعمله في الإيراني الإيرانيون والأتراك تصدير مشاكلهم الخارجية؟ أجيبك يا عبد العزيز، إنه القيادة المصرية ليس لديها نفس وجهة النظر التي لدى القيادات العربية. أنا عم أتكلم تحليل. وجهة النظر القيادة المصرية أن الحفاظ على الدولة السورية، الحفاظ على المؤسسات السورية هي أولوية استراتيجية. ومن ثم ما يحدث في سوريا يعني القراءة المصرية تختلف. لكن هل بقيت الدولة؟ هل بقيت الدولة؟ من سنتين فواز، من سنتين كان في تركيا، كان هناك السعودية والإمارات وقطر وتركيا. نعم. من أجل حل الأزمة السورية، الأتراك وقطر أرادوا أن يثبتوا الإخوان المسلمين. نعم. كبديل لبشار الأسد، والإمارات والسعودية رفض هذا الحل، وبالتالي انهارت أي حلول إقليمية لحظة وتسيد الموقف الآن النصرة وداعش الآخر. لكن في النهاية هناك خلافات، يعني ما ينتظر السوريون، ماذا ينتظروا من العرب؟ أنا بدي أقول شغلة، إنه أنا معك بموضوع إنه مؤتمر القاهرة لا نعول عليه كثيرا. من ضمن الأسباب إنه الحكومة المصرية سواء كان يعني متمثلة بالرئيس السيسي أو غيره لا تقف على الحياد، يعني هي لا تزال متمسكة بحافظ سوري ببشار الأسد ونظامه. لا, 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 لا هي لا متمسكة لا فيه بشكل أو بآخر. أنا لا أدافع عن القيادة المصرية، القيادة وجهة النظر أيضا استبعدت مجموعة من المكونات وجهة نظر القيادة المصرية أن الدولة السورية أهم من بشار الأسد، أن الحفاظ على بالفعل بالضبط ليس لديهم أي حب أو ليسوا مغرمين ببشار الأسد. لن نرجع على محور ما هي الخيارات الآن، أين نحن الآن، كيف يمكن. أنا أعتقد يا مأمون أن الخيار الدولي، التدخل الدولي غير موجود، مع أنه في تقارب بالفعل بين وجهات النظر الروسية والأمريكية. خليني بس أضيف لك شيء فيما يخص الجزء المصري، على الأقل أدعي معرفة فيه. يعني أولا نحن كمصريين نخاف جدا من تداعيات يعني انهيار الدولة
في سوريا. لا تنسى أن الجيش المصري دولة انهارت. لا لا لا, لا في فكرة لا 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 لحظة واحدة لحظة واحدة بس يعني في فكرة أن الجيش السوري والجيش المصري حاربا أكثر من حرب معا, وهناك عقيدة مرتبطة ببعضهم البعض. لا يستطيع السياسي بس مثل هذا الجيش الآن يقتل شعبه دكتور. لحظة واحدة, هذا الجيش أنا بحارب والله أنا أكثر من شخص مصري. لا لا أنا بتكلم أنا بتكلم من زاوية أن السيسي لا يملك القرار. خليني أعطيك بس حاجة من الحلول العربية المدهشة للأزمة السورية. خليني أعطيك حل اللي صارت الأيام هذه الأخيرة في تقدم جماعة جيش الفتح اللي هي جبهة النصرة. غيروا الاسم, وضعوا جيش الفتح بدلا من او استحوا من الامريكان. هناك استحوا من الامريكان مجموعات 20% من 20% اللي هي تحويلات يعني من هم جبهه النصره. هم الاخوان, هم الجناح العسكري للاخوان الشرور للاعتدال. لدينا اسلاميين معتدلين, اسلاميين معتدلين. هذه اللعبه اللي بيلبسوها الامريكان للموضوع. جبهه النصره اسلاميين معتدلين. هذا الان الجولاني طالع على قنوات بيتكلم على انه معتدل, يعني ما كان متطرفا اصبح اعتدال. نعرف من يمول مثلا جبهة النصرة. للعوده للحقيقه للتركيز, طالما الخيار الدولي الحقيقه في هذه اللحظه غير موجود. نعم. هل بالفعل هناك قدره للدول العربيه الان على صياغه موقف موحد من سوريا؟ لا اعتقد ذلك يا للاسف لعده اسباب. لماذا؟ انا قرأ يعني لا واضح انه في عمل دول في عمل في سياق القوى العربيه المشتركه جزء من هذا العمل. الدول العربيه المعنيه القادره على تدخل ملف سوريا مش بالمطلق. الجزائر مش والعراق ما في غير السعوديه ومصر. انا اتفق في نهايه المطاف. الجزائر في خلافات جوهريه داخل النظام العربي الرسمي. بالامس ذكرت انت مصر والسعوديه. بالامس وزير خارجية السعودية ووزير خارجية المصري قالوا أن وجهات النظر متطابقة. وبالحقيقة كثير مش متطابقة أبدا بغض النظر شو يقول. الواقع على الأرض يقول سوف نرى في مؤتمر القاهرة. نرجع على النقطة. السعودية مشغولة باليمن أكثر من سوريا. إذا سألتني بكل تواضع قراءتي المتواضعة تقول إذا أردنا إذا كنا بالفعل يعني جديين بإيجاد حل لهذه الكارثة الإنسانية, أنا أعتقد أن الحوار السعودي الإيراني, أن الحوار الإقليمي, أن الحل الإقليمي هو الحقيقة الورقة الأهم. هذه هي الورقة الوحيدة التي يمكن من خلالها, لأن الإيران والمملكة القوتين الضاربتين في سوريا. هذا هو الواقع الآن. الحقيقة قطر لم تعد تلعب الدور الرئيسي. النقطة الرئيسية الآن في سوريا هو الحقيقة التنسيق ما بين تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية. أنت تكلمت الحقيقة عن جيش الفتح. ما الذي مكن جيش الفتح الحقيقة من إحراز هذه الإنجازات العسكرية؟ هو التنسيق الإقليمي الجديد. دكتور هو التنسيق. أنا عجبتني كلمة التنسيق. ليش؟ لأنه جماعة الإخوان على إعلام الإخوان يحاول أن يطلق على هذا التنسيق أنه حلف. لا 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 أنا قلت لا. ومن ثم لنرجع النقطة الرئيسية. نحن الحقيقة ندور ونلف حول دورة فارغة الآن. هذه الحرب الباردة الجديدة, الحرب الفطاحة بين مين ومين؟ بين المملكة العربية السعودية والإيران. هي الحقيقة الحرب التي تغذي هذه الحروب العربية اللي كانت في سوريا إلى درجة أقل بالعراق, اليمن الآن, في لبنان إلى درجة كبيرة. لكن لا السعودية ولا إيران أطلقت بشار على الشعب. لا 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 لا, لا السعودية لا ولا إيران, إيران قالوا لبشار اقمع شعبك. أنت بتناقض نفسك. لا هم يستخدمون بشار صح. أنت تقول معلش أنا أقصد السبب الرئيس للمشكلة السورية تنبع في النظام وليس في السعودية ولا في إيران ولا في أمريكا ولا في غيرها. إيران مش يعني هلا هذا الكلام كله يا جماعه يعني الحل يعني الان بسوريا يعني اين هو؟ يعني اذا كنا بدنا نسكر على نفسنا التدخل الدولي والتعاون الاقليمي يعني كانه اغلقنا على سوريا. النقطه الرئيسيه لنضع الحقيقه يعني الحروف على النقاط على الحروف ولا الحروف على النقاط؟ لا النقاط على الحروف. العامل الاقليمي هو العامل الأهم, العامل الرئيسي, العامل الجوهري الذي الحقيقة يغذي هذا الصراع. ما لم يتم التعاطي
مع هذا العام هذه الحرب الإقليمية. أنا هذا بغض النظر عن رأيي أنا. دكتور فوز لن ينتهي هذا الصراع، هذا الصراع من آلاف السنين. بس هذا صراع بين العرب وفرس. هذا صراع بين العرب وفرس لن ينتهي سوف يستمر. أخي عبد العزيز وليس صراع بين طوائف وسنة وشيعة. في النهاية تتجاهل وجود عربي وفرس. ولكن في مراحل كثيرة يعني لم يكن تم استغلال هذا الصراع لم يكن متوازن. لماذا لا يكون الحل سوري بحت؟ لا في سوري لا يستطيع البعد. نقطة، البعد السوري في الصراع السوري أصبح الأقل أهمية في الأبعاد الأخرى. البعد السوري السوريون كاننا أصبحنا نقسم المنطقة بين السعودية وبين إيران. لا 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 مش هذا لكم وهذا لي يا أخي عبد العزيز. البعد السوري هناك مشكلة حقيقية. لابد من إيجادها. القيادة الأمريكية، أنا اختصاصي الحقيقة الموضوع، الإدارة الأمريكية لا تريد التدخل في العراق. المسرح الأهم سوريا بكل احترام، وأنا الحقيقة يعني قلبا وروحا سوريا مع أني لست سوريا، سوريا ليست أولوية، ليست مهمة في أولويات بس الدولة. بس فواز يعني خلينا نركز مرة أخرى. يعني كيف ركز يمكن كلام تحريك الملف السوري دكتور حاليا؟ نعم. ممكن نعرف يعني نرجع أنه كيف يمكن أن تحريك الملف السوري؟ أوكي دوليا ليست هناك إرادة دولية، كيف يمكن تحريك الملف السوري؟ هل سيستمر القتل قتل القتل؟ لا 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 يستمر. بس أول شيء لازم أول لأن عدم تسطيح هذا الملف طبعا. لا يمكن الحديث عن سوريا ببشار أو سوريا بدون بشار طالما الوعاء الأكبر وهي الدولة السورية في مهب الريح. الآن لدينا تركيا أو جوار غير عربي لديه مطامع، تركيا لديها مطامع تاريخية في حلب، لدينا مطامع إيرانية بالتأكيد. بالتأكيد لحظة واحدة أكمل. يعني وكأن الأمور تركيا لعب الدور كان حلت الأزمة. أكمل النقطة. يعني هل تتصور أن إسرائيل في حالة انهيار النظام في سوريا ستبقى في الجولان فقط ولن تتدخل وتخلط شريطا حديديا اطول بمساحه؟ يعني لدينا اطماع حقيقيه لابد ان تؤخذ في الدوله منهاره ولا يوجد الحلول. ولا يوجد في الجولان. لا لا في دوله، في دوله هرب من الجولان الان، النصره هي اللي في الجولان والجماعات. لكن الان المجتمع الدولي يقول ان هناك دوله. تصور حركات الاسلاميه لو سمحت. لا تقدمي بهذه الطريقه. حركات خليني اكمل الفكره بس. اكمل الفكره عبد العزيز. حركات الاسلام السياسيه على حدود مع اسرائيل ولم يفعل. انت على خطا في ان انهيار الدوله. هناك دوله وحدود للدوله السوريه يعترف بها المجتمع الدولي. هذا صحيح ولا نتفق فوز على الابجديات؟ بكل صراحه انا اعتقد السؤال الان نحن ليس هو إذا كان بشار الأسد سوف يبقى ولا لا، يذهب إلى الجحيم. صحيح. السؤال هل يمكن إنقاذ سوريا؟ هل يمكن إنقاذ الدولة، إعادة بناء الدولة؟ هل يمكن تضميد الجراح في النسيج الاجتماعي؟ نعم. الأسد كلنا بنرجع على لب الصراع. السؤال الرئيسي الآن هل يمكن أين سوريا؟ أي سوريا اللي كانت؟ لا يمكن يا فواز. خليني أعطيك مثال. هل انتهت سوريا؟ مستقبل سوريا واضح في أمس. أعطيك أمثلة بسيطة. السوريين وإحنا لدينا أزمة ثقافية في المقام الأول. يعني السوريين إن أول شيء عندما مات رئيس الحزب الشيوعي السوري بقداش مش عارفه ورث مرته وابنه أمانة الحزب خالد بقداش. الرجل اسمه ورث غسان بعده بتاع التقدمي السوري. فالتوريث حتى في الأحزاب التقدمية وحالة فقط في العالم العربي أزمة ثقافية في العالم العربي. من يتحكم الآن هي سوريا القوى العسكرية. بدي أقول في شغلة يعني أنه تكون واضحة كمان أستاذ عبد العزيز. جيش الفتح ليس هو جبهة النصرة، وهذا نوع من يعني اقلال من شان اقلال من شان جيش الفتح. لا عفوا هو هذا اقلال من شان جيش الفتح. جيش الفتح ويلمع باسمه جيش الفتح. حارب بالجنوب وكانت معه جبهة النصرة، وعندما اختلفوا تردوا جبهة النصرة. عودة تحليلية إلى الصراع. سألنا نحن نناقش لماذا لا يريد القوى العظمى التدخل في سوريا. هناك قراءة، القراءة مش رأيي أنا الشخصي بالفعل، أنا القراءة الدولية لما يحدث في سوريا أنه إذا سقط بشار، إذا سقطت الدولة الآن سوف يحدث فراغ سياسي. من سوف يملأ هذا الفراغ؟ هل هل هل, هل, هل
لا الجبهة الشامية تحالف لا أي تحالف ائتلاف أي ائتلاف الائتلاف الموجود الآن اللي اليوم عمل مؤتمر صحفي في اسطنبول وتحدث عن التضامن لا بالعكس هو يتحدث بصراحة لأول مرة قال فشلنا في ملء الفراغ السياسي والعسكري في سوريا لا ما عنده إمكانية لماذا لا يحيد لماذا لا يحيد الجيش السوري لو سمحت لماذا لا تتفق لماذا لا يحيد الجيش السوري مثل ما حدث في الجيش المصري لا الفكرة الحقيقة أنه أحد الأسباب اللي نحن نستبعد التدخل الخارجي لأن هناك القراءة أنه أي سقوط لهذا النظام سوف تملأه جبهة النصرة وداعش هذه القراءة الدولية طيب لماذا يا دكتور لماذا لا ترفع هذه الدول الإقليمية أيديها عن دعم الحركات الإسلامية المتعصبة وأيضا يكون هناك إنشاء أو تدعيم للائتلاف والجسم القانوني يا جماعة خلينا نرجع لاتفاق جنيف اللي هو يعني تقريبا يعني كل انا اعتقد انه معلش حظنا سيء يعني نحن وصلنا نهاية البرنامج والحلقة الحديث ممتد ولن تنتهي سوريا ولدينا حديث اخر ان شاء الله يلا سعدنا بك دكتور فواز يعني في النهاية انا ما اعتقد انه